وانا عاوز اقول لك على موقف اللي هو موقف الرؤيه اللي انا احكي لك عنه دهوت، علشان يعني فعلا اثبت المعنى ده عندك. وانا قلت لك ان انا الموقف ده من يوم ما مريت بيه وانا الى اللحظه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، وانا بفضل الله رب العالمين لا استصغر عمل لنصره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان يعني ولو كانت من وجهه نظرنا سنه بسيطه. مش هقول لك بقى دلوقتي في مواجهه بين من يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم واذاهم اصبح علنا. الموقف اللي انا احكيه ان انا لما كنت بدرس ايام المعهد، وانا كنت انا خلصت معهد فني تجاري، وبعد كده التحقت بمعهد القراءات في فتره المعهد اللي هي فتره معهد الفن التجاري دي. كنت انا الحمد لله رب العالمين كان ربنا هداني للسنه، وكنت تقريبا كنا احنا اتنين ملتحين في المعهد. كنا اتنين ملتحين في المعهد. انا فاكر ولا انسى هذا اليوم، كان يوم من ايام الامتحانات، وطبعا الشخص الملتح التالت انا ما كنتش بشوفه، يعني شفته مره واحده او مرتين. لكن في يوم من ايام الامتحانات دخلت الامتحان، واثناء بقى اللجنه للاسف يعني كنت في سنه تانية، كان اثناء لجنه الامتحان بقى ايه، فكان في غش وخلاص اللجنه انفتحت والمراقبين سايبين المساله ايه ماشيه ايه يعني على افضل ما يريد الطلبه اللي هم عاوزين يغشوا يعني. شوف بقى كل حاجه زي الفل وكله عمال يغش من بعض، وتعاون رهيب على الاسم يعني. فانا لما دخلت بقى كنت انا امثل، انا في قناعتي الشخصيه يعني ان انا امثل بلحيتي اللي في وشي ديت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فانا قلت انا بقى ايه، قلت دخلت اللجنه وقلت وسبحان الله العظيم، انا كنت بدخل الامتحانات كنت احيانا ببقى مذاكر اللي اقدر اذاكره، واحيانا يعني في حاجات بتبقى واقفه معايا. فالمهم ان انا كنت داخل بفضل الله رب العالمين، قلت انا النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، فقلت انا مش هغش، لو ايه كده حصل مش هغش. فكنت ادخل اللجنه اعمل ايه، ادخل ابقى مكفي على الورق، المده مثلا الامتحان ساعتين 3 ساعات، انا مكفي على الورق، اللي يشوفني يقول لك الشيخ ده مقطع السمكه وديلها، وقد يكون انا والله مش عارف حاجه تمام في الماده اللي قدامي دي مثلا. فلكن هو اللي يشوفني داخل، انا خلاص المفروض ان انا داخل ايه ما بكلمش حد، ملتزم بورقتي وخلاص بقى، انا ده اخري يعني، مش هبص لا شمال ولا يمين ولا هغش ولا هغشش. الناس بقى خدت فكره ان ايه، ان في شيخ طاحن المواد بحالها، الشيخ اللي معانا ده طاحن المواد بحالها. فجالي واحد واحد كان ورايا في التخته اللي كانت ورايا يعني، فغمزني كده في ايه، فقال لي ايه، قال لي شيخ اخوك في الله، قال لي اخوك في الله يعني ايه، يعني يساعد بقى اخوك المسلم باي حاجه كده يعني. فقلت له والله يا اخي هتقول لي اخوك في الله والكلام ده كله يعني، قلت له والله النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، فانا ما اقدرش اغششك ولا هقدر اغش منك. كان كل اللي في دماغي في اللحظه ديت ان انا امثل سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان انا خلاص ان انا دلوقتي لو اسات فانا ساسيء الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لو احسنت فانا احسن الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبيطلع بعد اللجنه او بعد اي موقف يقول لك الشيخ كان خاربها، يقول لك الشيخ كان خاربها في اللجنه تمام، وهو الشيخ ده علامه عن ايه، علامة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ربطتها كده. فأنا قلت يستحيل يستحيل إن أنا أخذل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده. فقلت بإذن الله رب العالمين حتى لو شلت المواد كلها، حتى لو عدت السنة كلها، أنا مش هغش في الامتحانات. المهم فكان فقلت بقى للأخ اللي كان ورده، فقلت له معلش أنا آسف والله، أنا لو أنا أخدمك بعناية بس في الغش مش هينفع، فأنت معلش يعني اعذرني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس مني. فقال لي لا اصل الشيخ ده كان، وبعدين ده مش الغش هنا، ده الغش في المواد الغذائيه والغش مش عارف ايه. قلت له والله إن الغش في كل حاجه، الغش في كل حاجه، اللي هيغش النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس مني. وانا بقى وخلاص بعمل ايه، ما وريش الا الورقه بتاعتي، فافضل مكفي عليها طول الايه طول الوقت، وهم فاكرين ان انا بقى خلصت ليه، خلصت المواد على الاخر يعني. فانا بحل اللي بقدر احله، وبفضل انتظر لما يعدي نص الوقت لو انا بقى عجزت عن الاسئله الباقيه وبخرج. فاحيانا كتيره كنت بخرج بدري، فيقول لك احنا في شيخ في المعهد مقفل الايه، مقفل المواد، وهو محدش عارف حاجه والله يعني، الموضوع ما كانش كده خالص يعني، بل ان انا كنت احيانا بترك اسئله مش عارفها، مش متذكر اجابتها، او انا مش عارفها فعلا، لكن ما اقدرش اتصرف الا كده، ده اخري. المهم بدا الموضوع يعني يسمع في المعهد، بدأ الموضوع يسمع في المعهد، وقال لك ان في واحد ما بيغشش وفي شيخ ما بيغشش، وللاسف عشان كان اغلبهم بيغش كانوا عاوزين يكسروا عيني،
باللغه الدارجه بتاعتنا يعني. انت ازاي ما بتغشش؟ طب لو في بقى مرور مثلا على اللجان او كده يعني، ممكن انت تعمل فيها ايه بقى؟ تعمل فيها بقى للشريف وتقول يا مثلا يا استاذ او يا دكتور او اي حد بقى من المعيدين اللي بيعدوا، تقول له مثلا اللجنه دي فيها غش. فكانوا كانت كل امنيتهم ان هم يحاولوا ان يغششوني. وانا فاكر ان في مره بقى ماده من المواد، الماده دي ما كنتش عارف فيها حاجه خالص يعني، مش بنسبه مثلا 0%، لا بنسبه ضعيفه يعني. المهم الماده دي انا دخلت يعني دخلت الامتحان، والكل عارف ان الماده دي صعبه. وبعد اثناء بقى الامتحان كان في ابله كانت ست كبيره في السن ولابسه خمار ابيض، وطبعا كل شويه بقى انا سامع الكلام على الايه، على الغش وكده يعني، وان هو ما بيغشش، او طب هو طب بيحل طب ما بيحلش. المهم الماده ديت سبحان الله العظيم بقدر الله انا ما كنتش حليت منها يعني كتير جدا من الاسئله يعني. فاثناء بقى اللجنه الابله ديت جت كده قالت لي ايه، لما لقيتني بقى ايه مكفي على الورقه، هو ما قداميش الا كده تمام، مش هغش، اللي انا عرفته حليته واللي ما عرفتوش سبته. فهي عدت كده بعدين، فبتقول لي قفلت الورقه بقى في فتره من الفترات كده على اساس ان انا خلصت بقى يعني كده، مستني مستني بس نص الوقت يعدي يعني. ايه بقى طالب ايه بقى، بص يعني معدي يعني. فدخلت فعدت، فقالت لي يا ابني ما تحل، قلت لها خلصت. بعدين فهي ضحكت قالت لي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خلصت الماده ديت؟ فقلت لها اه خلصت الحمد لله. قلت لها يعني خلصت اللي اعرفه كده يعني. وبعدين فقالت لي طيب ممكن اشوف ورقتك؟ قلت لها بس بشرط. قالت لي ايه؟ قلت لها ورقتي اللي هتشوفيه فيها تمام. وانا بقى كاني بقى عامل الايه؟ عامل اللي محدش عمله يعني. فقلت لها اللي هتشوفيه في الورقه ديت ما تنقلهوش لحد. قالت لي ماشي. فضحك كده قالت لي، قالت لي مش للدرجه دي بقى يعني، ما تحبكهاش يعني. فقلت لها لا ده شرط. قلت لها والا بقى ايه هعمل شوشره وكده يعني. طبعا انا كنت حالي سؤال او اتنين يعني او كده يعني. فتحت هي بقى الايه؟ فتحت الورقه، الصفحه الاولى فاضيه، الصفحه الثانيه فاضيه، يا نهار ابيض. فهي بتبص لي وتضحك، فبتقول لي يعني انا هنقل البياض ده ازاي طيب؟ مش هينفع. فقلت لها كملي كملي في حاجات جايه. المهم كملت، لقيتني حالي بسؤال او اتنين واغلب الورقه فاضي، اللي ورقه الاجابه كراسه الاجابه يعني. قالت لي يا ابني انت لو سلمت ورقتك كده هتسقط. فقلت لها والله انا حليت اللي انا اعرفه، وانا الماده ديت قصرت في مذاكرتها يعني، ويعني خلاص لو شلتها خلاص هشيلها واذاكرها ان شاء الله في السمر، ويعني لو عديت منها عديت، ما عديتش خلاص يعني. فقالت لي طب انا اقول لك على حاجه، انت في اخر سنه وانت مبدا الغش والكلام ده كله مش في، يا ابني مش هنا، انت هنا هتسقط. هي بقى بتكلمني بقى ايه بقلب الام بقى يعني، ايه مشفقه عليا يعني. فانت كده هتسقط وما تشددش على نفسك، وانت لسه الحياه قدامك طويله وفي ميادين اكتر من كده ممكن تثبت فيها ان انت ما بتغشش، فانت بلاش تغش يعني. فقلت لها والله النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. قالت انت كده هتسقط. قلت لها انا فعلا لو هسقط مش مهم، بس انا بقى في نفسي في قلبي قلت والله ما غش واهزم او اخذل سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، مش مهم اعيد السنه كلها مش هتفرق يعني. المهم شويه كده ولقيت الابله ديت لفت، هي كانت لابسه خمار ابيض وقعدت تلف حوالين الديسك اللي انا كنت عليه، ومره واحده كده ايه رفعت الخمار بتاعها وجيت رميها كده على الايه، على الديسك بقى طرف الخمار على الديسك وهي ايديها تحت الخمار. وبعدين رفعت لقيت شويه ورق كده برشام يعني تمام. قالت لي خد ده الامتحان. فقلت لها والله انت في مقام والدتي، لكن انا مش هقدر ازود او اتكلم معاكي غير ان انا بقول لك لو سمحت شيل الورق ده. قالت لي يا ابني ما تنشفش دماغك، وشخطت فيا يعني، فاكره ان انا بقى ايه هغير بقى الكلام يعني. قالت لي يا ابني ما تنشفش دماغك، انا زي والدتك، اخلص بقى وعدي، ده انت اهلك بيصرفوا عليك ومش عارف ايه وكده يعني. قلت لها والله انا مش هغش، وقلت لك الموضوع ده منتهي عندي، لو انت بقى يعني لو انت بقى يعني عاوز الموضوع يكبر انا ممكن اكبره، اعلي صوتي واقول الدنيا انها بتمشي فيها ايه. قالت لي انت حر، قالت لي انت حر خلاص براحتك، عاوز تسقط اسقط، بس انا اللي انت بتعمله ده مش صح. فقلت لها طب على كل حال، على كل حال يعني انا مقتنع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وان الحديث ده يشمل اي غش، فلذلك انا مش ايه مش يعني مش هغش يعني. طلعت بقى عماله تضرب كف على كف، المهم ايه اللسان كتر بقى، الكلام عني كتر بقى، ده مش راضي يغش، ده مش راضي يعمل مش عارف ايه. بدات احس بحركه في اللجنه كده ايه بقى من الناس اللي بتتابع في الدور يعني. بدات احس بحركه، وبعدين كل شويه حد يخش من الباب يبص
يقولوا ايه، يقولوا هو اللي هناك ده هو عليا انا يعني. ايه يا جماعه، هو انا ما عملتش، ما لما فتحتش القسطنطينيه يعني، ده ايه ده انا ما غشيتش. بس كل ده، كل ما في القصه ان انا ما غشيتش او مش راضي اغش. فالمهم فجيت واحده معيده، جيت كده دخلت قالت لي انا سامعهم بيتكلموا عنك بره. حقيقه هي بتقول لي كده يعني، قالت لي حقيقه انا يعني انا فخوره ان انا شفت حد زيك مش راضي يغش، رغم ان اللي هو في اخر سنه او بيتعرض عليه الغش ومش راضي يغش. وهي قالت كده يعني، قالت انا اتمنى ان اولادي يطلعوا زيك، اتمنى ان اولادي يطلعوا زيك ويكون عندهم نفس التربيه ديت. قلت لها والله انا هقول لك على حاجه، الامر بسيط جدا، كل ما في الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس من، وانا انا ملتحي، ومفروض ان انا المفروض ان انا اكون بعمل السنه يعني، تمام. فقلت لها فانا خايف اسيء للسنه من، فقالت لي ربنا يبارك فيك، وقعدت تتكلم شويه كده، وبعدين ايه، وبعد كده طلعت. انا بقى طبعا ما صدقت نص الوقت خلاص، ورحت بقى ايه، رحت مسلم ورقه الاجابه. وطبعا كده انا ايه بقى ايه، اللي بره بقى قال لك الشيخ ده بيطلع بدري كل مره وايه بيقفل المواد، وده هيجيب امتياز يعني. طلعت كنت طبعا زي اغلب الطلبه يعني في الجامعه، بيبقى مطبق مثلا ليله الامتحان او كده يعني، فكنت مرهق جدا جدا جدا، كنت عاوز انام. المهم ما صدقت ان انا ايه، ان انا اطلع علشان اركب بقى المواصله، والمواصله كانت بعيده يعني، يعني تقريبا حوالي ساعه ونص على الاقل لما اوصل البيت، فكنت بستناها على اساس ان انا ايه انام فيها يعني. سبحان الله ركبت العربيه ونمت، وبعد بعد العربيه ما اتحركت يعني، يعني سندت راسي كده ورا ونمت، فشفت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ده اللي انا عاوز اقوله يعني. فرايت النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يتلألأ نورا، صلى الله عليه وسلم وجهه كان منير فعلا كما وصفه الصحابة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم لي ويبتسم صلى الله عليه وسلم، وبزواره السيدة عائشة رضي الله عنها. فكأني أنا فهمت من الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب هذا الفعل الذي فعلته، أن أنا في الموقف ده هوت كنت يعني، انا كنت كان كل نيتي ان انا انصر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم ان هو كان عمل ممكن يكون في نظر كثير من الناس عمل بسيط يعني، ممكن عادي عم عادي لما اخد كلمه منك او سؤال من فلان او بتاع كده يعني عادي يعني. لكن انا كان عندي الاحساس ده ان انا النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، وانا قلت يستحيل اغش، وان انا لازم اعظم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اسيء اليه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رايته صلى الله عليه وسلم ووجهه يعني يتلألأ نورا صلى الله عليه وسلم، انا قمت وفضلت طول الطريق فرحان جدا بالرؤيه ديت، وقلت الحمد لله رب العالمين ان ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقني ان انا يعني نصرت النبي صلى الله عليه وسلم، او نصرت سنه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف زي ده هوت، في موقف زي ده هوت. فقلت سبحان الله العظيم يعني لعل هذا الموقف ربنا سبحانه وتعالى يرضى به عني. وهذه المواقف انت فعلا فاكر ان هي ايه، فاكر ان هي يعني حاجه بسيطه زي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، مثلا موقف نصره النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي اهو. انت ممكن تكون دلوقتي بتقول يعني هو انا فعلا لما اعمل هاشتاج علشان يتصدر الترند مثلا والناس كلها تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم غالي عندنا مثلا، هل ده فعلا ممكن يكون نصره؟ هل ان انا لما اقاطع منتج مثلا فرنسي هل ده ممكن يكون نصره؟ والنصرة ديت منازل كبيرة جدا. انا لم ادعي انني لما كنت بقول ان انا مش هغش عشان انصر سورة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ادعي ساعتها ان انا كنت مبرأ من الذنوب. لا، انت ممكن يكون عندك ذنوب، لكن ممكن في موقف من المواقف، موقف من المواقف يبان فيه صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. ما انا مش متصور فعلا دلوقتي يعني يا جماعة، في ظل الحرب الشرسة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي، وفي مسلمين لسه حتى ما تحركوش ولو بكلمات يسيرة يعبروا بها عن يعني حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. النهارده الموضوع بقى علني، الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم النهارده بقت علنية. فانت خلاص انت مستني ايه، مستني ايه علشان تقف موقف تنصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بكلمات يسيرة؟ كان سيدنا حسان بن ثابت كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه بشعره. طب هل الشعر دفاع؟ اه دفاع، في موقف من المواقف يكون دفاع. البوست اللي انت بتكتبه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف بيكون دفاع، مقاطعتك اللي انت بتقاطعها في موقف من المواقف بتكون دفاع. مش لازم مفهوم النصرة الشامل، لا، ده دي نظرة بتصعب الامور. لكن كون ان انت لا تبدي اي رد فعل
لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص انكشفت وشوشهم، ويقول لك إحنا بنعاديه كده، وش كده بنعاديه وهنسيء إليه ومش معترفين بيه. أنت منتظر إيه بقى؟ منتظر إيه؟ منتظر تقول إيه؟ إيه الموازنة اللي أنت منتظرها علشان تعبر عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ منتظر إيه؟ وفي نفس التوقيت أنا برضو مش عاوزك تقلل من اللي أنت بتعمله. اللي أنت تقدر تعمله دلوقتي إيه؟ اعمله، حتى وإن كان شيء يسير، اعمله نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهذا العمل منك. قد يكون هذا السبب أو التعبير عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو التعبير عن نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بشيء يسير، قد يكون هذا الأمر سبب لإيه؟ لمغفرة الله لك ولرضا الله عنك. لكن انت بقى تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كده ولا في حاجة انت عملتها اصلا ولا رد فعل. هتقول لي طيب هو رد الفعل لازم يكون معلن؟ ما انا ممكن اكون بنصر النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين نفسي. ايوه جميل، بس هم دلوقتي على الملأ بيعادوا النبي صلى الله عليه وسلم. انت يعني انت ايه، عاجز؟ عاجز ان انت تنصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاجز ان انت تعبر عن نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمات قليلة تكتبها على الفيسبوك، ولو بمقطع تسجل فيه حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه وجه التبرير عندك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الاصل انه يعني الشخص الاول في حياة كل مسلم. يعني انت لو مختلف معايا في وجهة نظري في اي مسألة من المسائل او اي قضية من القضايا اللي يسعنا فيها الاختلاف، لكن انا وانت متفقين على النبي صلى الله عليه وسلم ده الاصل، فانت خايف من مين؟ المفروض ان انت ده امر احنا متفقين عليه كلنا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ده امر ما فيهوش خلاف الاصل ما بين المسلمين. فانت انا يعني انا من وجهة نظري يعني ان تعبيرنا عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بكلمات ولو قليلة فهذا شرف تنال به شرف نصرته صلى الله عليه وسلم.